فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو ترك آية من الفاتحة ناسيا فهل صلاته صحيحة؟ لا، الركن لا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالنسيان، فيأتي بركعة. إذا ترك منها آية تبطل الركعة التي ترك منها، ويأتي بركعة بعدها تقوم الثانية مقامها، تقوم الثانية مقامها، ويبني على هذا ويكمل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ ويستفاد من حديث عبد الله، وإذا ما تنبه أو ما نبه إلا بعد ما سلم فيقوم ويأتي بركعة كاملة؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.